بده اكورداج يمكن صار بده ايه كيفك انت لصفة شو مبين ونن الشبيبه انا معك انا نقولي معك ايه كثير راح احطهم يعني سبحان الله اي يصف له ما بده وينه علي ما بدي علي انا عادي هنجيب لك عالي هي الاولى ايه وتعا انت بلش يصف له خليك بس يجو بياخده يصطف له يلا يلا قاعد بياخد بس شغل إيهاب بس تضحك للمي هون صفي بدك تسكر تجيب الأمر هو العكس بدنا المي مسكرة ولا بس هول بيضلهم هن زيتهم كمان مرة مفتوحة اليوم لانه امبارح عميل ونسي اصعب شيء اول سنه لانه الواحد بفكر انه ملك للبوزيسيون بيرجع بينسى سيفري بدها وقت وانا اصعب اصعب ايه الصوت ميرسي يلا انا معك تيني سوسبيري شغلي بي بي برقو سوسبي معه رابع كتير مبسوطة منكم لأنه صرتوا وعيتوا على هالشغلة وصرتوا عم تنتبهوا كتير وعم بتشوفوا لأنكم عم تسمعوا غيركم كيف عم بيتقدم عم تشوفوا الفرق شو عم بصير؟ وصرتوا عم تلاحظوا الغلطات كلها، هي نعمة هي كثير مهمة إنه تلاحظوا شو الغلط. طيب بنتي أنت هيدا التم حسبي زلعيم لجوا هيك رح أعمل ما بعرف بدي أعملها بهالطريقة. هول شفافك قدام هول الزلعيم غورج بسموها لا غورش هاي زلعيم ورا وهون شفاف قدام انت شو عم بيصير معك عم بيصير معك لانه عم تتكلي على قويه الصوت عم تتكلي على الباور هيدا الغلط الكبير لانه ليش ما يلي ما بيعرف يغني وعنده صوت حلو بصور وين بيلاقي باور بيلحقه بينسى الاساس لا فتحت لها ثلاث فتحات خليك مطرحك وطلع ميرسي مدام ميري بس خذوا الكبايه معكم ثانك يو مدام ميري اهلا وسهلا فيك عن جد ميرسي انبسطت فيك كثير اليوم وأنا برافو كثير مبسوط فيك دائما مدام اهلا وسهلا العربيه مركبه